مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم سنتحدث عن تسوس الأسنان وأنواع تسوسات الأسنان. ليس جميع تسوسات الأسنان تؤدي إلى الألم، لذلك فأكثر الناس يكون عندهم تسوسات بس هم ما عندهم علم أنه سنهم متسوس لحد ما يصير عندهم ألم ويروحون إلى دكتور الأسنان. طبعا دكتور الأسنان يعني دائما ننصح بمراجعة الدكتور بشكل منتظم على الأقل كل 6 أشهر، لأنه بعض تسوسات الأسنان ما تكون عميقة ولا تؤدي إلى الألم. فلما يكون عندك ألم في سنك فمعناته يعني التسوس هذا رايح عميق جدا. طبعا إذا كان التسوس ليس عميق جدا ممكن انه ننقذ السن بحشوه بسيطه، بحشوه ضوئيه بدون انه نسحب عصب السن، وبذلك احنا نكون طبعا انقذنا حيويه السن. طبعا لانه اذا انسحب عصب السن فراح تروح كل الاحساسات على المي البارد الحار، هاي كل الاحساسات تروح بعد سحب عصب السن. ولكن إذا تأخرنا في مراجعة الطبيب فهذا التسوس راح يوصل إلى قنوات الجذر، مما يؤدي ويجبر الدكتور إلى سحب عصب هذا السن، وبذلك ستنتهي حيوية هذا السن. طبعا بعد سحب العصب ستنتهي جميع آلام الأسنان، ولكن حيوية السن كلها راح تروح، فراح السن يضعف. وأكثر دكاترة الأسنان ينصحون بتلبيس السن حتى بعد سحب العصب. فلما تكون هاي الحشوة كبيرة تكون يعني أكثر قابلية إلى أنه تنكسر الحشوة إذا أكلنا عليها أشياء قوية، فلذلك ننصح بتلبيس هذا السن لكي نستطيع يعني أن نستخدمه لسنوات طويلة. بعد ما الدكتور يحش الأسنان اللي بعدها ما واصلة إلى العصب، طبعا هاي الحشوات راح تحتاج إلى عناية أكثر، يعني مو أنه والله سويت حشوة وراح يروح الوجع وراح تروح كل التسوسات، لا، إحنا لازم ورا من حشي أسناننا لازم نحافظ عليها أكثر من الأسنان العادية. شكرا لكم على حسن متابعتكم ونراكم في الحلقات القادمة إن شاء الله.